انا عايشه في البيت هذا عندي عامر بالبقب ودارح، وعندي هذا الدير من ولد المديالو به كان به كان هاشي تشوف انت به كان به كان الصبان به كندير كل شيء كسعى غير الماء الجيره البوده البوده ديال باش كان يعطوني الماء. دابا ما بقاوش كيبغيو يعطوني الماء الجيره ما نشرب، والكابينه ها انت كتشوف حاشاك الكابينه ما كنلقى لا فين ندوش الدراري لا فين ندير حتى شي حاجه لا روبيني لا والو، والسطح ما عنديش لا فين نشرو لا والو، والكوزينه ما عنديش ها انت كتشوف ما عنديش الكوزينه فين طيب ولا فين، انت شوف هالما مسخه مسخ الماء كيرقد هذاك الشيء مسخات ما عندي حتى شي حاجه. زكية الشباني، زكية الشباني عندي ثلاثه د الوليدات وعندي المشكل ما عنديش السكن، عندي بيت واحد انت شتي فيه البق فيه بودارع فيه كل شيء، وعندي البير فم الباب ما كنجبر لا في الناس ولا نفرش غير الكراطن من تحت الحصيره نفرش عليهم في كنعس، ما عنديش الكوزينه ما عنديش المرحاض ما عنديش الماء ما كنطلبوا غير الجيران ما نشرب. بيت واحد وبيت مع جنبي فيه الكاري ساكن فيه قديم مع جنبي هو ومراته ساكنين فيه حدايا الكاري، مي كتجي السيده تناول انا ما كناولش حتى كتسالي هي عاد كنزيد ناول كنضربوا النوبه في رمضان انا وياها النوبه في رمضان، مي كتناول هي هنا حدا البير مي كتسالي هي عاد كنزيد انا نناول انا وياها كنضربوا النوبه انا واحد السيده مع جنبي كاريه بيت. وليداتي عايشه معهم مضيقه قلبي كيبقى يحرقني ما كنلقى لا فين ندور لا فين نتسارى لا فين نصبن ولا فين نشر سطح ما عندناش ما كنلقى لا فين ندور لا فين نمشي ولا فين نجي. انا ولادي مزيرين بيت واحد مزير انا ولادي ما شادينش راحتنا هنايا في هذا البيت. الشتا ملي كطيح الشتا كتبقى تهود علينا بحال ود قدام البيت كتهود علينا ما كناول ما كنطيب ما كنلقى لا فين طيب ولا فين ناول، ملي كطيح الشتا انت شتي وسط الدار لا سقف لا والو، ملي كطيح الشتا ما كنطيب ما كندير حتى شي حاجه، ما عنديش الماء تشرب باش نناول باش ندوش انا ولادي البنيت كنت كندوشها بالماء البير راه سامر ليا ليها بالقمل والصيبان وليت مابقاش كنغسلها به وليت كنمشي عند الناس كنغسلها ونجيب دابا هذا الحجر الصحي مابقاوش كيبغيو يعطوني الماء. قلبي من الداخل كيبقى يحرقني على هذا الشيء اللي كنعاود لك، انا مقهوره بزاف كنلقاي نبكي نبات نبكي وليت قلت لولادي نمشي هاد الصباح نترزق الله فتا اللي قلت الله ينعش الشيطان الحرامي المرض كاين نمشي نجيب لولادي المرض، هذا الشيء علاش خفت ولي مشيت لعندو قلت له حد الحاجه صحيح بقي مني ما تي الراجل ما جا حتى شي واحد يعرف حالتي هكا ولا طلل عليا ولا يعاوني شي حد ما كاينش ما كانت شي واحد اللي يعاونني. دابا الضو هو عندي الضو ما لقيت باش نخلص الضو، دابا يا 4 شهور ديال الضو ما لقيت باش نخلصها. كنطالب انايا جزاهم الله الا سمعوا صوتي وشوفوا هذه الحاله هكا يتعاملوا معايا يعاونني يشريوا لي غير السكن يشوفوا لي غير في هاد الوليدات هادو ما يضيعوا ليش ولادي ما خصنيش يضيعوا لي ولادي دابا كيكبروا كيعرفوا هذاك ما خصنيش يضيعوا لي ولادي الله يشريوا لي غير سكينه في استقر انا وليداتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.